عليهم سعي الكادح في الدنيا دون أن يعلم بأنه مودعها. فجبهات المجرمين تتصدر غدرا، يتحينون لحظة الفتك، فما أندنا إليهم الشهيد حتى استقبلوه بطلقات قاتلات كانت في جسده منتحبات تبكي مر فراق الشهيد. هذا صانع منابر رفعت منها الدعوات، دعوات بالخلاص منكم، تعالت بها الصيحات، خذوا مركبته وفروا، ارتكبوا ما يحلو لكم من الظلمات، فالله يمهلكم توبة، ارجعوا عما هو آت. فبعد أن أتم من عجزت المعاجم عن وصفهم قتل شهيد تلك الواقعة، استولوا على مركبته تمهيدا لارتكاب مذبحتهم الكبرى، مذبحة حصدت من الأرواح ما حصدته وقائع تلك الدعوة برمتها، مشهد أمر سوى في وقائع التطهير العرقي والإبادة الجماعية، مشهد كمشاهد الدفن في قبور المجازر الوحشية، ضحايا أعدادهم كأعداد ضحايا الحروب، جثامين لا يرى لها بدن من كثرة السقوط، بطون مبطورة وأوزار مبطورة وأجلاء متناثرة لأنفس ذاقت الكرب في وحشة الضرب. فضربهم كان فداء الوطن، وضربكم حطه في الظل من الظلم والمحن. تلك هي آخر وقائع دعوانا سيد الرئيس، أبطالها هم شهداء وبواسل قسم شرطة حلوان. أما عن آثمها فهم ذات الثلة الفاسدة الموتورة، فلا نفس لوامة تلومهم، ولا فاجعة ارتكبوها أيقظتهم، ولا أمر جلل عايشوه فأرضعهم. ازدادوا من الدماء دموية، ومن القتل نفس عاصية دنية، اقتاتوا على عويل النساء ودموع الأطفال ونحيب الثكلات، دبروا أمر مذبحتهم بضمائر غائبة وقلوب غير عابئة، رصد وتنفيذ وتكبير، ورفع لرايات التكفير، تكفير لثمانية من رجال الشرطة فارقوا الحياة في لحظة من الزمان. إنهم الشهداء بإذن الله الملازم أول محمد حامد إبراهيم، وأفراد الشرطة صابر أمانوب مرسي، وأحمد إبراهيم عبد الله، وداود عزيز فرج، وعادل مصطفى محمد، وعلاء عيد حسين، وأحمد محمود حامد، وأحمد مرزوق بيوم. فارقوا الحياة على يد عدو خسيس جبان، أبى أن يأتيهم إلا غفلة. ففي يوم أرادوه أخبر المشؤوم، مساء يوم الثامن من شهر مايو للعام السادس عشر من الألفية الثالثة، وبعد أن أتم المتهمون رصدهم لبراق الشهداء الذي حملهم إلى الفردوس الأعلى بإذن الله، أذن لهم شيطانهم بأن فرصتهم قد حانت. بعد أن تعثروا في تنفيذ تلك المذبحة ليومين متتاليين في رسالة من رب العالمين، أن ارجعوا عما ضمنتم من سوء، ارجعوا إلى الله لعلها توبة مقبولة، عسى ألا تكونوا من الخاسرين، ارجعوا عسى ألا تكتبوا من الفجرة الفاسقين. إلا أن المتهمين يا سيادة الرئيس أبوا إلا أن يكونوا من أولياء الشياطين، فتربصوا لمرور ضحاياهم في شغف منقطع مضيق، يحملون في النفس شرا منهم مستطير، وما أن أقصر بصاصهم تحرك مركبة الشهداء حتى هرع يبلغ قواده الملاعين أن تأهبوا للغدر بفرائسهم. فتأهب الكبناء خلف ستار الخسة، وذخر كل منهم ضميره المعدوم، فتقفوا أثر الرجال في جبن المعهود ليبرزوا عليهم من خلاف، وما أن أضحى الشهداء في مرمى بصرهم حتى أمطروهم بما استطاعوا من النيران، وبحشد كثيف من الطلقات احتجبت به رؤى الدنيا عن شهدائنا، فرأى كل منهم مشهد الآخر. فمحمد حمد قصره في الجنة، وصابر صبر حتى فاز بلقاء الرحمن، وأحمد نهل من أنهار النعيم، وعادل سر لرؤية العدنان، أما علاء فأعلى الله درجاته بأعلى
ومرزوق رزق بفاكهة وأعناب، ومحمود جلس على الأرائك متكئاً مع الأحباب. هنيئاً لكم بما فزتم، سيتجرع ظالمكم اليوم أقسى عقاب. فلاذ المتهمون بالفرار، ليلاقي كل منهم مصيره، فيكتب لذوي حظ منهم الهلاك، ويكتب للباقين الحياة حتى يلاقوا اليوم هلاكاً آخر، هلاكاً أشد وأقسى من هلاك سابقيهم، هلاك بحكم راضع زاجر، علّه يطفئ نيران الغضب التي اشتعلت في النفوس. سيد الرئيس، حضرة القضاة الأجلاء، كانت تلك واقعات دعوانا، واقعات وإن كان متعيناً على النيابة العامة تصويرها أو الكتابة فيها ليكن ميدانها أحمراً، ليكن أحمراً وتأبى غير ذلك، حتى يتسق اللون الأحمر مع الدماء. إنها حملت بشائع، إنها مزقت العيون بكاء، إنها غيمت السماء عزاء، وقائع تجلى فيها انحراف الفئة الضالة عن تعاليم الإسلام وسماحته، فقد اتخذ المتهمون الدين ستاراً لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية. ويا له من إثم لو تعلمون عظيم. قبل أن أترك المجال للسيد الزميل لاستكمال مرافعة الاتهام، أود أن ألتمس من حضراتكم ألا تأخذكم رحمة ولا شفقة مع هؤلاء الآثمين، فلو كان إياهما فيهم من شيء لالتمسناهم له، فأين كانت رحمتهم حين شعر المبني عليهم بقلة حيلتهم أمام بطش سلاحهم؟ أين كانت شفقتهم حينما أطلقوا رصاصات الغدر لتحترق القلوب؟ فهل جعلوا لتلقائهم مسكناً آخر سوى الأجساد؟ لا يا سيادة الرئيس، فقد كان كبرياء طلقاتهم المسعورة أكبر من أن تكون مجالاً لتهديد أو تحويف، فكبرياء هذا يسكن إلا الأجساد، فلنذقهم كبرياء أحكامنا. إننا لا نطغى، وإنما نحارب الطغيان. وختاماً أقول: من ذا الذي سفك الدماء وأجرم وأهل بالعمل الجبان وحرم؟ شيطان من سرق ابتسامة أسرة فأحال فرحتها البريئة مأتما؟ من مس نفسا واستباح دماؤها متعمدا كان الجزاء جهنم، ليظل فيها خالدا وبلعنة غضب الإله بها عليه ودمدما. عذرا إن كنت قد أطلت على حضراتكم، ولكنه شرف الحديث إليكم. ألهمكم الله الصواب، ووفق على طريق الخير مسعاكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.